السلام عليكم ورحمة الله. اثنين من الاختصارات اللي تقدرون تستخدمونها لتحديد الوقت الحالي وتضيفونها في الاكسل حقكم، واحدة اللي هي اضافة التاريخ، تضغطون على كنترول وحرف الكاف، شوفوا الآن كيف بس تضغطون الاختصار هذا راح يدخل لكم تاريخ اليوم، وبالنسبة للوقت الحالي تضغطون كنترول شيفت وحرف الكاف يضيف بالاكسل الوقت الحالي لو مثلا تستخدمونها بريبورتات وإلى آخره. ويعطيكم ألف عافية. ان شاء الله فدتكم ولا هنتوا لايك وسبسكرايب لتعم الفائده شكرا